اذا سبعه شيء اسمه سكيب فريكونسي. بتتذكروا احنا لما بنعمل ستارتنج للفيربل فريكونسي درايف رح يصير في فايبريشن بالسيستم، لانه احنا عمالنا بنمر الرينج الفريكونسيز كلها. يعني لو جينا هلا طلعنا احنا هون هي السرعه الزمن، واحنا بدنا نزيد الفريكونسي، هي الفريكونسي از ا فانكشن اوف تايم اللي طال على المحرك، فرح نلاقي السيستم مثلا فرضا بيطلع زي هيك وبضل ماشي السيستم على هاي الفريكونسي، بضل ماشي من هون. فاحنا هاي طبعا تحكمنا فيها بالاس كيرف او بالجيرك. هلا خلال الفتره هاي عمالها بتمر الفريكونسي بفريكونسي، مثلا نفترض هاي 35 هرتز وهذه هون 0 هرتز، عمالها بتمر كل الفريكونسيز هذول. احيانا في فريكونسيز بتضرب بتكون ريزونانت فريكونسيز. الكل متذكر شو ريزونانت فريكونسي؟ الايكويفالنت اللي هي لو انا عندي سبرينج ماس دامبر، يعني لو عندي سبرينج ماس دامبر في هذا السيستم من هون، هي السبرينج، هي الدامبر، وهي الماس الايكويفالنت طبعا اللي هي مش رح يكون شكلها زي هيك. هاي سبرينج ماس دامبر ممكن تكون موجوده في السيستم ستراكشر مثلا، عماله بيتحرك ستراكشر في جزء منه له ريزونانت فريكونسي. هذا ريزونانت فريكونسي عماله بيصير فيها، اذا متذكرين البودي بلوت للسكند اوردر سيستم بصير عندنا شيء زي هيك مضبوط. وهاي اللي هي ام ار اوميجا ار، عفوا الريزونانت فريكونسي، هذا طبعا هون 0 دي بي. هاي النقطه هي ريزونانت، صارت ريزونانت فريكونسي. اذا عملت اكسايتيشن لهذا السيستم بالريزونانت فريكونسي ممكن الامبليتيود يزيد بشكل كبير، وهذه غير محببه ببعض الاحيان. هلا اذا ما بقدرش اعالج المشكله هذيك، الاحسن طبعا اعالج المشكله هذيك، اغير الريزونانت فريكونسي بطريقه معينه. بس اذا ما قدرت اعمل هيك، بامكاني اتجنب الريزونانس هذا اللي موجود هون. شو بعمل؟ بنحط شيء اسمه سكيب فريكونسي. سكيب فريكونسي باجي بتطلع بقول مثلا الفريكونسي تبعت الستركتشر الميكانيكال ستركتشر هذا فرضا 15 هرتز او 20 هرتز، بدي اتجنب انا ال 20 هرتز. فبنحط هون بحط لك السيستم اوتوماتيكيا هيستريسيس لوب. هاي طالع هو طالع وهاي هو نازل. مركز هاي النقطة أنت بتبرمجه بحيث إنه يكون الفريكونسي، وبعدين بتعطيه عرض معين بال، فمثلا نيجي بنقول نفترض هذا السيستم الريزونانت فريكونسي تبعته طبعا هي هون راح تكون 25 هرتز فريكونسي، من هون راح تتحول لريل فريكونسي، فبدك تشوف شو الفريكونسي هناك اللي ما بدنا اياها. بس نفترض انها تتناسب على 25 هرتز، طبعا هو فعليا اللي راح يصير راح تكون راح تتناسب مع الفريكونسي تبعت المحرك. فبنيجي احنا هون على 25 هرتز، هي احنا قلنا 25، فبنيجي هون على 25 هرتز بتكون هي المركز. هذه مش هون، عفوا راح يعملوا السيستم الان لما يبدا يزيد الفريكونسي راح يعمل هيك، لما يرد ينزل مره ثانيه. يعني هاي اف خلينا نحطها بشكل ادق، اف ريكوايرد واف اوت تبعت الفيربل فريكونسي درايف. يعني هلا هو عارف انه السيستم انه في اللحظه هاي احنا بدنا نزيد سرعه المحرك، ففي ريكوايرد فريكونسي مطلوبه. هلا هاي هي الفريكونسي ريكوايرد، بس هو ما بطلعها، بنط عنها نط. شايفين كيف هو نط نط عنها؟ يعني هون لما وصلنا هاي، افرض هذا مثلا، افرض هاي 25، خلينا افترض هاي 26 او 27 ل 33 هرتز، المركز تبعها هو 25. لما يجينا هلا راح الفيربل فريكونسي درايف راح يضل يزيد الفريكونسي بشكل عادي. اذا طلب منه 20 بعطيني 20، مش هيك؟ مش هون عماله بعطيني 1 تو 1 كورسبوندنس بين المطلوب واللي بطلعه لحد ما يوصل 27 هرتز. لما يوصل 27 هرتز شوفوا شو راح يصير بالسيستم، راح يثبت على 27 لحد ما السرعه الفريكونسي المطلوبه تصير قديش؟ 33. راح يضل على 27 لحد ما المطلوب هو، يعني كاني عمالي بقول لك لو فكرت بحالك انك انت الفيربل فريكونسي درايف اللي بيطلع في او اف، مش بيطلع في او اف، بيطلع فولتج، كاني عمالي بقول لك اعطيني 27 بتعطيني 27، بقول لك اعطيني 28 بتعطيني 27، بقول لك اعطيني 29 بتعطيني 27. في اللحظه اللي بقول لك فيها اعطيني 33 شو بتعطيني؟ بتعطيني 33. فكانك نطينا نطه واحده هلا هون من 27 ل 33، هي 33 هي 27. فكانه ذات زون، كانه نوع من النان لينيرتي، هي طبعا هيستريسيس. هلا واحنا راجعين رجوع، لما بطلب منك 33 بتعطيني 33، بطلب منك 32 بتضلك تعطيني 33، بطلب منك
28 بتعطيني 33، لما بطلب منك 27 ايش بتعمل؟ تنزل فجاه ل 27. فاحنا هون تجنبنا الفريكونسي اللي هي 25 هرتز فما طلعتها السيستم. المركز بده يجي من الميكانيكال سيستم تبعك انت بدك تعرفه. يعني انت بتكون دارس الميكانيكال سيستم، فانت لما بيشتغل السيستم بتصير تراقب، بتحس انه عند سرعه معينه للمحرك في جزء من الاستراكشر عم بهز هز عنيف. هذا مشكله رح يسبب لك مشكله. هلا هو الاحسن طبعا انك تعالج المشكله اذا بتقدر، بس مش دائما بنقدر نعالجها. بتحاول تغير، بتحط له دامبنج، بتحط له دامبنج او تثبته في مكان معين. يعني اذا شيء عماله بيعمل فايبريشن هيك بامكانك تثبته بالنقطه هاي. اسهل شيء اذا ثبتته بالنقطه هاي. لمرات ما بقدر اعمل هيك، اذا انا بدي اياه يعمل، اذا هو بطبيعته بده يعمل بدي اطرحه بدامبر. اذا حطيت له دامبر كيف بتغير هذا هون؟ بينزل كثير بينزل. لحد ما الدامبنج يوصل حد معين. على فكره اذا متذكرين ام ار اوميجا ار ما لها تعريف، بتبطل انديفايند على سيرتن دامبنج. متذكرينها؟ 0.7 اظن 0.707 اذا الريشيو الدامبنج ريشيو اكثر من 0.707 ببطل في تعريف لاوميجا ار. فاذا زدت الدامبنج كفايه بهذا الميكانيكال سيستم راح اقدر اتخلص من الريزونانس. لكن اذا انا ما بقدر لسبب معين ما بقدر، بقدر احط سكيب فريكونسيز، فببرمج السكيب فريكونسي بحطها هون 25 وبعطيها ويث. هلا انت بتقول لي انا ما بدي عريض كثير، بدي اقلل العرض. ماشي، بتغير انت بتقرر. فالفيربل فريكونسي درايف بيسمح لك تحط ايش السكيب فريكونسي وقديش العرض اللي حواليها وعدد من السكيب فريكونسيز. يعني بعضهم بيسمح لك تعملها باكثر من مره، تعملها هون كمان اذا بدك، تعملها هون فرضا اذا انت محتاج. ستراكشر كلها اكثر من ريزونز. بالضبط. ممكن 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 ستراكشر معقد يصير سكند اوردر كلها اكثر. تمام تمام، لها اكثر من تو. ما هو حتى الفورث اوردر سيستم هو عباره عن تو سكند اوردر سيستم، صح؟ او الثيرد اوردر سيستم هو عباره عن فيرست تو سكند.